السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد من شروحاتنا على قناتكم تيتش 2020. ندعوكم الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله تبارك وتعالى. نواصل في أخطاء الجرادل. في بعض الأحيان تأتيك هذه الرسالة كل نوت ديتيرميني في نهاية كل نوت ديتيرميني ارتفاكت فور كوم جوجل وما شابه في نهايه المطاف. ناو كاشت فيرجن افيابل فور اوفلاين، تجد هذه الكلمه ناو كاش فيرجن افيابل فور اوفلاين. كيف نقوم بحل هذا المشكل؟ الحل بسيط، تاتي الى فايل ثم تختار سيتنج، ثم تظهر لك نافذه السيتنج، تختار بويلد اكزيكيسيون ديبلويمون ثم جرادل، تختار منها جرادل وتزيل هذه العلامة الخاصة بأوفلاين وورك، تزيل هذه العلامة ثم تعمل أبلي ثم أوكي. سوف يعمل سينكرونيزيشن مباشرة أو تنقل على تراي أجين. سوف يعمل سينكرونيزيشن، يتم تصحيح أخطاء بهذا. لاحظ فايل في الأعلى، بهذا نكون قد حلت جميع المشاكل، تم عمل بالقيادة بنجاح. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح، انتظرونا في الشرح القادمة. لا تنسوا بالنقر سبسكرايب قناة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.